تطوير السياحة الداخلية للاستجابة لطلبات المواطنين عبر تعزيز الحظيرة الفندقية وتنويح العرض السياحي بتشجيع بروز سبع أقطاب امتياز سياحية مع تحديد نوعية المشاريع السياحية، توفير العقار السياحي بمعدل 60 وعاء سنويا وتحضيره لتوطين مشاريع سياحية متنوعة تسمح بتلبية طلبات العائلات الجزائرية، ثم تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية عبر استكمال برامج عصرنة وإعادة التأهيل الخاصة ب 29 وحدة فندقية، فتطوير السياحة الحموية من خلال تشجيع وتوجيه الاستثمار قصد عصرنة الحمامات المعدنية التقليدية المتواجدة على مستوى البلديات، وإنجاز محطات حموية على مستوى 20 منبع حموي غير مستغل، وكذلك إنجاز مركزين للمعالجة بمياه البحر على مستوى كل الولايات الساحلية.